السلام عليكم احبابي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين بخير على خير، والامور ان شاء الله كلها تكون مزيانه كما العاده. سمحوا لي الاختفاء، اختفيت اختفاء قصير ولكن في نفس الوقت هذا غير مع المشاغل من فرنسا. ان شاء الله مازال غنكملوا فرنسا، غير خديت واحد الفتره ديال الراحه، وفي نفس الوقت جمع رمضان ورمضان مبارك ان شاء الله، وان شاء الله يعيدوا علينا. احنا نعادوا عليه اوامر عديده، اما هو ديما غيتعاود مادام حنا مازالين في الحياه. المهم اليوم جيت نطلع لكم سفره هكا ديال القلب، ديال الراحه النفسيه. انا ما كاين حتى شي حاجه زعما سبيشال في رمضان، ما كاين شي حاجه اللي مميزه. رمضان في دبي بوحدي، مره كنخرج مع صحابي، مره كنفطر برا، لكن غير هكا ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي جديد في الحياه، غير داكشي اللي كاين، داكشي كنديرو كل نهار وصافي، وواحد كيرتاح شويه، العيه شويه وهي غاديه. فهذا الشيء فاش كنت مختفيه. اليوم ان شاء الله رجعت، قلت غندخل زعما نبان واحد شويه. اليوم واحد السفره، انا دابا في المطار كنتسنى، بقى واحد ساعه على الطائره. انا متحمسه ولكن الحماس ديالي هادئ. هاد السفره ديال القلب، عتو سفره قلبيه. السفرات الاخرين كيكونوا هكا حماس وكتبغي تمشي ونشوف غندير شنو غنشوف. دابا انا مرتاحه، غادي شي بلاصه انا مولفها وكنعرفها، وهذيك هي المكان الاصلي ديالي، وفي نفس الوقت واحد الحاجه ديال راحه القلب. فانا اليوم ان شاء الله، حنا في العشر الاواخر، يمكن غدا غادي يبداو العشره. انا في دبي دابا ولكن غادي ان شاء الله للسعوديه. مبسوطه بزاف، مرتاحه، بغيت نمشي نريح قلبي صراحه، ما نديرش الاكشن بزاف. فسبحان الله المكتب، عرفتوا انا كنت باغا ندير عمره في العام اللي جات فيه كورونا، وراه كنت تحبسنا كاملين في الدار، كنخرجوا بالاذن. المهم وقبل منها ما درتش عمره، قبل ما ندخل الجامعه. فانا سايت الجامعه تقريبا في 2019، ف يعني كانت فتره. وديما فاش كتجي ما كنبغيش ناخذ كونجي في رمضان حيت الدوام قصير من 9 ل 3، كنقول بدا نخليها من يكون نهار طويل. لكن هذه المره خالتي شجعتني، شكرا بعدا على التشجيع، تشوف الفيديو غادي تعرف راسها. فشكرا على التشجيع، قالت لي اجي ونعيدوا مع بعض وهكا. وانا فكرت ندير عمره، جيت في العشر الاواخر ورمضان، فواحد الفرصه لا تعوض، وانا محتاجها، قلبي محتاج واحد الراحه. فالمهم قلت يلاه نزيد، ماشي مشكله. المهم اليوم عرفتوا فوق جمعت حوايج، دابا عندنا 8 جمعت حوايج مع 4 د العشيه، ساليت خدمه مع 3، مشيت للدار جمعت الحوايج وجيت. انا الطياره قطعتها هاد السيمانه، لكن ما كانش عندي الوقت نجمع حوايجي، حيت بعد هاد السيمانه ما عرفتش، حسيت براسي عندي بزاف الحوايج. قلت لصاحبتي البارح حسيت براسي راني عندي بزاف ديال هذا، يعني انا خارجه نفطر، انا ما عرفت شنو غادي ندير، انا غنتلاقى مع هادو، انا غنمشينا. المهم ما كانش عندي الوقت نجمع حوايجي ابدا ابدا. اليوم عاد كتاب، عفوا عاد كتاب انني نجمعهم. المهم داكشي اللي قديت نجمعهم، بعد قلت صافي راه كاين الحوايج تما، ولا ما هذا غادي نشريه، اصلا نقص غير 10 ايام، يعني نهار مورا العيد غنرجع. وصافي هذا هو اللي كاين. بعد اليوم باش تعرفوا الدوخه ديالي، ما شفتش ان تيرمينال غادي نهبط فيه، قلت انا صافي غيكون زعما غادي نمشي منه. فقلت لمول الطاكسي تيرمينال غلط، داني لواحد بلاصه اخرى، ومن بعد شديت طاكسي اخر. المهم واحد الحاله، ولكن الحمد لله انا وصلت دابا، كنتسنى، وصلت بكري، فطرت هنايا الحمد لله، وهادشي اللي كاين. فنمشي انا وياكم نشوفوا الاجواء العشر الاواخر في مكه المكرمه، نعيشوا هاد الاجواء. انا عارفه تشوفوا الفيديو نتوما النفس ديالكم غتوقدوا، قلت حنا بغينا نمشيو. اتسالوني الدعاء، ندعي معكم كاملين اللي كيشوف هاد الفيديو، غنقول عليك اللي شاف الفيديو يا رب يوفقه وسهل عليه انه يجي ويعيش هاد اللحظه ويزور مكه ويدير عمره ويدير الحج، واي علاش لا. هادشي اللي كاين. المهم انا راه جاهزه، ان شاء الله غنوصل مع 12 الليل. دابا حنا عندنا 9، ان شاء الله غادي نطير مع 9:30، غنوصل مع 12 الليل السعوديه، المهم نقدر نوصل لمكه ان شاء الله مع ديك الوحده. انا كنقول ماكسيموم 2، وان شاء الله غنبدا في المناسك ديال العمره نيشان، حيت الا خليتها الصباح غيكون الحراره، فقلت لهم نديرها في الليل. المهم ان شاء الله نمشي، وعتو قلبي فرحان واحد الفرحه. والتقوى ومن العمل ما ترضى.
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. صافي احبابي، الحمد لله ساليت العمره. الصراحه عاد فقت دابا شويه حيت عييت النهار اللي قبله، ما نعستش حتى لثلاثه، ومن بعد كملت الليل كان الطياره، وصلت هنا عاوتاني حتى لثلاثه وكملت العمره. حتى خالتي قالت لي غير سيري، زعما صبري وسيري حسن لك. الصراحه احيت دابا كنشوف من هنا الحراره والزحام، فاللهم في الفجر ما ساليت العمره حتى لتسعود الصباح، يعني اليوم دابا راه عندنا العصر. انا فعاد فقت دابا شويه الصراحه، ما قديتش رجليا ما بقاش قادرين يديروا شي حاجه، لكن الحمد لله. المهم انا يا ساليت ودعيت معكم، راه ما نسيتش داكشي اللي قلت لكم في اول فيديو. نوريكم بلاتي فين هي انا بسرعه. نشوف شحال ديال الزحام، شوفوا شحال ديال الزحام، ما شاء الله تبارك الرحمن. فكانت فكره جميله انني نديرها في الفجر، فصافي فالحمد لله انني ما درتهاش في زعما في النهار، لانه البارح يعني ما صراحه ما كنتخيلش راسي كنطوف في النهار. الا كنت غنطوف غير في الليل. البارح ما خلاو ما دفعوني، ماشي غير انا، كلشي كيدفع كلشي، ولكن ماشي حيت الزحام، حيت هما كاين شي ناس هما كتجي حداك، يعني انت جاي من اللور من اللور من اللور كيجي حتى لحداك ويدفعك هكا وكيزيد جوج خطوات، ما عرفتش زعما. ولكن راه ما خصناش نبقاو ندافعوا، يعني كتجي كتدفعك ولا واحد من الجنه وواحد من اللور، كتجي وحده من اللور كدير لك هكا وكتبقى دافعه. علاش كديري دفعينيش؟ من غنمشي انا عاوتاني غنطيح ولا غندفع على الناس الاخرين؟ فللاسف الشديد انه الهدف زعما المغزى ان ما خصناش نطوفوا، يعني ما خصناش نطوفوا، ما خصناش ندافعوا. يعني انا داك كتكون واحد الشر في شي واحد كيدفع شي واحد غير باش يدفع. فحنا جايين هنا ندعيو الله يغفر لينا، وانتم كتدافعوا علاش؟ الحمد لله صافي. ولكن دابا دايرين زعما هذوك، عين نوريكم هنا من هنايا، عين زوم زوم زوم. هنا الفوق، نشوف وير هنا الفوق. ولكن صراحه انا كيعجبني نطوف هنا الذي نوض، ولا لا كيعجبني نطوف هنا في الصحن ديال الكعبه. شوفوا شحال ديال الناس، كيبان لكم شحال الناس ما شاء الله. غير هنايا ما تخيلوش شحال الكميه ديال الدفع اللي واقعه دابا حاليا. الله يعينهم، الله يعينهم يا رب العالمين. المهم هذه مكه اخواني، شوفوا سبحان الله. ايوا صافي هادشي اللي كاين. نخليكم هنايا ونتلاقى معكم ان شاء الله فيديو اخر. ما انا ما باقه في السعوديه، فان شاء الله فيديو جاي غيكون في السعوديه. المهم دابا انا غنمشي، هذا اول نهار لي هنا، نشوف ان شاء الله اليوم نصلي التراويح، نصلي التهجد، وما عرفتش خالتي فاش غنفطروا في الحرم ولا غنفطروا هنا ولا المهم مازال ما عرفتش. صافي هادشي اللي كاين احبابي. نتمنى لكم نتوما ان شاء الله تجيو وديروا عمره وهاد الاحاسيس الجميله حتى نتوما. المهم انا دعيت معكم، ان شاء الله ربي يستجب لنا جميعا. نشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي. سلام.